يمكن ما فيش مره في الثلاث او اربع سنين الاخيره لما تيجي كواليس البالون دور كده ما يكونش في ضجه ويكون في حاله خلاف ويكون في حاله تشكيك، وممكن في بعض الاوقات تصل لحد الاتهامات بانه هذه الجائزه موجهه بشكل كبير. عن جائزه البالون دور اللي توج بيها او اللي فاز بيها طبعا نجم الارجنتين وبطل كاس العالم في نسخته الاخيره ليو ميسي، هيكون ليها لقاء، وعن الكره الفرنسيه وعن انتوني مودست وعن مصطفى محمد معانا واحد من نجوم الكره الفرنسيه، نجم ران وسانت اتيان الفرنسي السابق وبوخوم الالماني ايضا باتريك جيو ضيفنا النهارده في السادسه. خلينا نرحب بيه ونستقبله معانا في البرنامج. اهلا بيك طبعا وبشكرك على مشاركتك معانا، واهلا وسهلا بيك في السادسه. بونجور، ميرسي. شكرا لكم، شكرا لدعوتكم. يعني خليني ابدا معاك من حديث العالم، جائزه البالون دور، الاسماء اللي تم ترشيحها للحصول على الجائزه والنتيجه اللي تم الاعلان عنها وتتويج ميسي بالجائزه رقم 8 اعتقد في تاريخه، بالاضافه طبعا لايرلينج هالاند وامبابي في المركز الثاني والثالث. ازاي شفت الجائزه، وهل بتشوف انه ممكن تكون في السنوات الاخيره حصل يعني حاله من حالات التشكيك او فقدان الثقه في فكره لمن تذهب الجائزه او اللقب؟ أنا أعتقد أن هذا شيء أنه يستحق ميسي الحصول على هذا اللقب، وللكرة القدم الأرجنتينية يستحق هذه الكرة بعد الفوز بكأس العالم. هو أوضح للعالم كل إمكانياته في هذا العمر، هو نجح في وضع الكرة في مكانها الصحيح. نحن نرى بأنه استحقها، وهو استحق التتويج في على مسيرته الرائعه في كره القدم حتى مع باريس سان جيرمان. هل بتعتقد ان دي النسخه الاخيره اللي ممكن يظهر فيها اسم من اثنين يعني سيطروا على لقب البالون دور او جائزه البالون دور لسنين طويله جدا، وهم سي ار 7 رونالدو وليو ميسي، وانه بدايه من الموسم القادم المجال مفتوح امام اسماء جديده؟ هو نعم نعم، يجب وجود اسماء اخرى. نحن عندما نرى هالاند ومبابي في المركز الثاني والثالث، نحن نعتقد ان في السنوات القادمه سيكون هالاند او النرويجي او امبابي نجم فرنسا مثل ما فعل كريستيانو رونالدو وميسي من قبل. ولهذا اعتقد هل هذه اخر كره ذهبيه لميسي؟ هذا شيء لا نستطيع ان نقوله، ولكن لا اعتقد ان هذه اخر مره، لان ميسي اصبح الافضل دائما. طيب قبل ما افتح معاك ملف الكره في فرنسا سواء فيما يتعلق بالانديه او الليج 1 او حتى المنتخب الفرنسي، خليني افتح الاول ملفين لاثنين من المحترفين، محترف فرنسي بيلعب في الدوري المصري وبيلعب مع النادي الاهلي بطل افريقيا، ومحترف مصري بيلعب في الدوري الفرنسي وهو مصطفى محمد. البدايه مع انتوني مودست، ازاي بتشوف صفقه انتقال مودست للنادي الاهلي، وازاي بتشوف قدرته على التاقلم مع الكره في افريقيا وقدرته على تطوير مستواه؟ بالطبع أن مودست يعلم الكرة الفرنسية وأيضا الكرة الإنجليزية والكرة الألمانية، فهو لنا أفضل أوقاته في الدوري الألماني طبعا، وهو أدى أداء رائع، وأنا تحدثت عنه كثيرا، ولكن الآن هو رجع بعدها إلى فرنسا ثم الصين، ولكن هو لاعب لديه من العمر 35 عاما، هو لاعب في أواخر مسيرته، وهو أخذ قرار صعب وليس بالسهل بأن يترك بروسيا دورتموند، والآن يلعب في الدوري المصري بشروط وحالة مختلفة تماما، ويلعب في فريق كبير جدا والأكثر تتويجا في مصر، ولهذا هم يعتقد أنهم ينتظرون منه الكثير، ولكن أعتقد أنه سيتأقلم مع الفريق مع الوقت، سينجح، سيتألق في الكرة الفرنسية. أنا أعتقد كما أنا أعتقد واعلم انه عندما كان في فرنسا وفي المانيا، لكنه يحتاج الى اصدقاء ومعاونيه لكي يحصل على النجاح وكي يصل لافضل مستويات لي، ولكن هو محتاج ليكون فعال
هو أن يلعب مع اللاعبين أكثر وأن يعتاد على اللعب معهم. لو كلمتك تحديدا في نقطة التأقلم وفكرة استعادة يعني الفورمة أو استعادة المستوى العالي اللي كان موجود عليه وكان واحد من أهم الهدافين في الدوري الألماني، هل تعتقد أنه مودست بخبراته الكبيرة طبعا يقدر يتأقلم بشكل سريع ويقدر يدخل في سكواد النادي الأهلي بشكل سريع، ولا فكرة الانتقال من الدوريات الأوروبية للعب في أفريقيا وهي إلى حد كبير تختلف عن الكرة في أوروبا دي ممكن تكون بتصعب عليه المسألة شوية؟ أعتقد أن التوقعات كبيرة عليه والأمال كبيرة عليه، كما قلت من قبل أن الأهلي هو فريق كبير مصري وأفريقي أفريقيا، وهو الآن ينتظر منه الكثير ويوجد منافسة، ولكن الفكرة في حالته البدنية أعتقد أن هذا مهم جدا. سأخذ مثال، عندما ذهب إلى سانت إتيان هو وصل سانتيتيان كان مصاب، ولكن عاد بعدها لأداء أفضل، وعندما كان يلعب في بروسيا دورتموند عندما لعب في الموسم الماضي هو في الأول لم يكن الأفضل، ولكن بعدها كان رائع وأحرز الهدف في بايرن ميونخ في الكلاسيكو وعاد بقوة. هو أعتقد أن صعب في الأهلي طبعا، ولكن هو الحالة البدنية ستساعده كثيرا، وأيضا حالة الذهنية يجب أن يركز وأن يأخذ الوقت كي يعود لمستواه وأن يأخذ فورم، ولكن كما قلت من قبل هو مودست، هو يحتاج أن تلعب له كرة مباشرة، يحتاج أن توصل له الكرة في مكانه. في الكرة المصرية أعتقد أن يلعبوا الكرة في المساحات والمهارات الشخصية، إذا لم تلعب لمودست بشكل مباشر سيكون في يوجد المشاكل في التعود على كرة القدم، ولكن إذا ذهبت للكرة بشكل مباشر سيلعب بشكل رائع وسيحقق الاهداف وسيضع اهداف كثيره. طيب انتقالا من فرنسي بيلعب في الدوري المصري لمصري بيلعب في الدوري الفرنسي، يهمني اسمع رايك في تجربه مهاجم مصر او مهاجم منتخب مصر طبعا الدولي مصطفى محمد مهاجم نونت الفرنسي، ويعني رايك في المستوى اللي بيقدمه وخصوصا هذا الموسم اللي بيشهد تالق مصطفى محمد بشكل كبير. أنا أعتقد أنك تعرف مصطفى محمد أفضل مني، ولكن هو كان يلعب في الدوري المصري وكان قوي، وهو كان في سانت أتيان طبعا من قبل، وأنت تعلم أن أداؤه في سانت أتيان كان يعتبر جيد، والآن في نونت وهو وجد مكانه في فريق نونت. إذا تحدثنا وعملنا المقارنة بين الفريقين واللاعبين، محمد إذا هو اتخذ وقته كي يتأقلم مع الفريق، إذن هو نفس الشيء بالنسبة لمودست، إذا بقى في الدوري المصري وقت مثل ما فعل مصطفى محمد في الدوري الفرنسي سيتأقلم مع الوقت، هو احتاج الوقت، ولكن طبعا أنتم تعلمونه أحسن مني وتعرفون اللاعب أكثر مني، ولكن ولهذا أتحدث أقول أن الوقت للتأقلم مهم جدا كي تأخذ ما تتمناه من اللاعب وإحرازا للأهداف ويكون أكثر فاعلية. إذن التأقلم هو فكرة وقت مثل ما بالضبط ما حدث مع مصطفى محمد، والآن نراه مهاجم قوي جدا وخطير مع نونت، ونرى تقدمه مع كل الوقت، ونرى تقدم نونت فعلا على الفريق، وأرى أن مصطفى محمد أحد أكثر اللاعبين تأثيرا على مستوى نونت، وهو سيترك لهم أثر كبير في نهاية البطولة. بمناسبة الكلام على الدوري الفرنسي، يهمني أسمع رأيك في النسخة دي من البطولة، شايف إزاي شكل المنافسة؟ هل نيس بالنسبة لك وتصدره للجدول بيعتبر مفاجأة؟ هل هو قادر على تحقيق لقب؟ وعموما هل من الممكن أن نرى بطل جديد لليج أن أو لبطولة الدوري الفرنسي؟ هذا شيء معقد بصراحة. إذا تحدثت عن نيس في الوقت الآن كل شيء مجهز لنيس، كل شيء محقق لنيس، أعلم أن المنافسة صعبة، ولكن نيس يعتمد على أسلوب دفاعي قوي ويتقدم بشكل رائع، ولهذا يوجد عمل جماعي في نيس
لعب جماعي ومجمع بين الفريق جميعا. أرى أنا في التقدم وتحول في مستوى نيس وبشكل فعال اللاعبين، ولكن هل نيس سيبقى على هذا الأداء؟ نعم نتمنى، يجب علينا أن نتمنى أن فريق مثل مونبلييه وليل وفرق أخرى والفرق الكبيرة موناكو والعديد من الفرق في فرنسا يجب المنافسة على لقب الدوري والرغبة في الحصول على حصول اللقب زي مثل في مصر. أنا أرى أنا في مثل في مصر دائما ما الأهلي ما يفوز وأحيانا الزمالك وبعض الفرق الأخرى، ولكن المتعة والرؤية إذا ترى فرق قادرة على تحقيق اللقب هي أخرى وليس فريق واحد أو فريقين فقط الذين يكونوا مسيطرين، ولكن هي مسألة استمرارية، هي مسألة تابعة للاستمرارية، لأن موناكو كان قوي وكان قريبا من الفوز ولكن بعدها هزم من ليل. إذا هي مسألة استمرارية ورغبة في الحصول لموناكو ونيس لباريس سان جيرمان أن كان. سنرى، نحن ننتظر بكل سرور ومتعة أن ننتظر أن نرى فرق معتادة لجميع الفرق الحصول على البطولة للتواجد منافسة، لأن متعة أي بطولة تتواجد فقط عندما يوجد أبطال مختلفين. قبل ما أسيب الدوري الفرنسي وأروح للشامبيونز ليج واليورو 24، خليني الحقيقة أسمع تعليقك طبعا على حادثة يمكن هزت السوشيال ميديا على خلفية طبعا الاعتداءات اللي حصلت من جماهير مارسي على الحافلة الخاصة بليون قبل المواجهة اللي كانت مفترض تحصل بينهم واللي نتج عنها يمكن لو انت شايف الصورة طبعا اعتقد ده جروسو طبعا نجم اولمبيك ليون اللي تعرض لإصابة مباشرة، وده طبعا شكل الباص اللي كان بيقل للفريق. من وجهة نظرك ازاي بداية كانت ردود الافعال، وهل اتحاد الكرة في فرنسا اخذ قرارات متعلقة بالحادثة اللي حصلت على هامش المباراة او قبل بداية المباراة؟ يعني بالنسبة لي هذا ببساطة هي مصيبة، هي وشيء فاضح أن نرى هذا في كرة القدم. كرة القدم هنا لنا جميعا من أجل الوحدة، من أجل المتعة، من أجل أن نكون فريقا واحد، من نكون كدولة واحدة، هي الوحدة والهدف الواحد. ولكن عندما نرى هذه الصور هي صادمة لي، هي على التلفزيون أنا لا أعلم ماذا يحدث في الحقيقة في الحقيقة، ولكن عندما أرى هذه الصور مثل هذا شيء ثقيل على القلب وبعيد عن كرة القدم، وأنا أعتقد أن في دولتي يجب اتخاذ القرارات لأن هذا بعيد عن كرة القدم. هذا من الشيء فاضح، هذا شيء من العنصرية، شيء أنا لا أحب أن أرى هذه المظاهر في كرة القدم. أنا دائما ما كانت كرة القدم هي من توحدنا، ومن أنا أريد أن أشاهد ماتشات كرة القدم وأنا مستمتع، ولهذا أعتقد أنا لا أعلم ماذا سيحدث في جميع الدول ولا أعلم ماذا يحدث في مصر. مثلا في فرنسا ممكن أن الاتحاد الفرنسي يمنع دخول الجماهير هذه الجماهير المباريات كعقاب. أنا لا أعرف ماذا يحدث مثل في هذا القاعد، ولكن يجب طبعا أن يكون يوجد عقاب وردع لهذا، ولكن الشيء الجيد أن ما يحدث هذا نحن نرفضه بشدة، وسأقول مرة عديدة هذه فضيحة في كرة القدم، شيء ليس مسموح به على الإطلاق في مباراة كرة القدم، ولكن نحن في 90 دقيقة يسمح لنا هذه 90 دقيقة أن نكون في أجمل وأمتع لحظاتنا. نريد أن نذهب إلى فرحتنا ورغبتنا في مشاهدة المباريات فقط، ولكن لذلك أنا أعترض بهذه الشدة. طيب خليني أخذك للماتشات أو أرجعك للكرة مرة تانية، وخليني يمكن بداية قبل ما أسألك عن فرص الأندية الفرنسية، في انطباع عام كده، مش عارف الانطباع ده صحيح ولا لا، تتفق معاه ولا تختلف، انه بس باريس سان جيرمان هو اللي ممكن يكون قادر كفريق، هو اللي ممكن من بين كل الانديه الفرنسيه يكون قادر على المنافسه اوروبيا. هل ده صحيح من وجهه نظرك، وازاي بتشوف فرص الانديه الفرنسيه اللي بتشارك في بطولات اوروبا؟ pour le championnat d'Europe oui alors pour le championnat d'Europe qui aura lieu
القدم الأوروبية والدوري أبطال أوروبا. أنا أرى أنا في أنا في مثلا في ألمانيا في التصفيات، في فرنسا مثلا أعتقد أن فرنسا كانت قوية مثلا أمام كمنتخب أمام ألمانيا. لا معلش، سؤالي الأول عن بطولة الشامبيونز ليج، بطولة دوري أبطال أوروبا وفرص الأندية الفرنسية اللي بتشارك فيها. في انطباع دايما انه الفريق الفرنسي الوحيد او النادي الوحيد اللي قادر ينافس الريال والسيتي والبايرن وغيرهم من الأندية الكبيرة في اوروبا على اللقب هو بي اس جي. هل انت بتوافق على الفكرة دي؟ وازاي بتشوف حظوظ الأندية الفرنسية في بطولات اوروبا سواء يوروبا ليج، كونفرنس ليج او تشامبيونز ليج؟ نعم 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 في دوري ابطال اوروبا انا ارى ان باريس سان جيرمان هو لديه العديد من المهارات ولعب مباريات كثير في دوري ابطال اوروبا. وعندما اتحدث عند باريس سان جيرمان هم لعبوا اول ماتش امام بروسيا دورتموند، نحن راينا ان يوجد لعب جماعي هذه المره، يوجد دفاع. وانا الان لهذه المره انا كنت محلل لبعض الماتشات في باريس سان جيرمان، الان ارى ان طبعا ذهاب ميسي ونيمار، رحيل ميسي ونيمار سيؤثر على الفريق. انا الان يوجد اقل من النجوم في باريس سان جيرمان. باتريك جيو طبعا نجم ران وسانت تيان وبوخوم الالماني. بشكرك شكرا جزيلا وبعتذر لدي الوقت، وكل التوفيق طبعا للكره الفرنسيه، بالتاكيد كره من او مدرسه من افضل المدارس على مستوى العالم، ودايما منتخبها مرشح لكل الالقاب والبطولات. بشكرك على مشاركتك معنا. فاصل ونرجع نكمل حلقه السادسه.